بسيطة. الاختصاصات الجهة اللي عطى المشريع الاختصاصات اللي عطى المشريع للجهات في المغرب بعد الدستور ديال 2011 وعطيها الجهة مؤسسة دستورية، وأن ماشي من واجبها أن تساهم في التنمية المستدامة على مستوى الجهة، وأن التنمية المستدامة اليوم لا يمكن أن تكون إلا في انخراط في الدفاع عن البيئة. إذن أنا فين كيجي هذا المؤتمر اللي كتحتضنه بلادنا، هي مؤتمر 22 أو قمة 22 أو كوب 22 للأطراف، اللي هو مؤتمر العمل من خلال الشعار ديالهم، بعد ما كانت لكوب 21 هي مؤتمر الخروج بالالتزامات. إذن هذا مؤتمر تنفيذ الالتزامات ديال لكوب 21. الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة كما كتعرفوا هي جهة متوسطية بامتياز، واحتضنت هاد السنة القمة الثانية للأطراف المتوسطية، وخرجت بمجموعة من الخلاصات اللي اليوم وجودنا هنا وجود أول الدفاع على هاد الخلاصات باش تكون في الإعلان النهائي ديال لكوب 22، وأيضا احنا هنا باش نقدموا ما نرى كمساهمة في الحفاظ على البيئة في جهتنا أو في بلادنا، وأننا هنا في هاد لكوب 22 أيضا كجهة مع الجهات الأخرى ديال المملكة من أجل إعطاء فرصة للبشر للدفاع عن حقها في الحياة، وأن الحق في الحياة اليوم ما ممكنش يكون إلا من خلال الدفاع عن بيئة سليمة.